يا مساء الفل والجمال على مشاهدي قناة تن. كل يوم أكلة، كل يوم من واحدة لاثنين، وشهيرة أبو سيف معاكم. ومعايا النهاردة الشيف هالة. بنبدأ الأسبوع الجميل بالشيف هالة. أنا الأسبوع بتاعي بيبدأ خميس، يعني مش كل الناس تبدأ مثلا سبت أو اثنين، أنا بيبدأ خميس على طول. إزيك يا شيف هالة، عاملة إيه؟ الحمد لله، مساء الجمال، مساء الفل يا حبيبة قلبي، حبايبنا، حبايب جمهورنا، جمهور قناة تن وجمهور برنامج كل يوم أكلة وكل يوم خناقة. المفروض بعد كده شهيرة تقدم نفسها، شهيرة أبو سيف اللي مغلبة الشيف. أيوه المفروض ده بقى إيه التايتل بتاعي، بقيت التعريف بتاعها. أنا قلت لك اسمه إيه؟ هوك. يعني انا بقول ايه، بقول يا جماعه هو الوك ده بيدخن كده ليه، وببص فيه كده تقول ايه ماله بقى الهوك. قلت لها الهوك حمي يا رب. طلع غلط كالعاده غلط. ومع ذلك النهارده عشان خاطر شهيره، عشان خاطر استاذ طلعت، عاملين ان شاء الله اكله تعجبكم جدا جدا جدا. عاملين النهارده مع بعض فتت شاورما الفراخ الفته السوري. وانا جايبه زي ما بنجيبها من بره، هي عرفت الوصفه جابت جلافزات على طول. قلت لها جبتي ايديكي، يلا يا باشا البسي علشان هنستعين بيكي. اتفضلي. النهارده الفته بتاعتنا بدل ما بنشتريها من بره هنعملها في البيت. لو عندك كيلو فراخ بانيه طلعيه دلوقتي على طول من الفريزر، لو موجود في الفريزر قطعيه واشتغلي معانا خطوه بخطوه. اقل من نص ساعه تطلعي عامله شويه فتت شاورما زي العسل باذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله، نقول مقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا هنعملها بشاورما الفراخ، دي اسهل واسرع على طول، بيبقى طعمها حلو، الولاد كمان بيحبوها اكتر من اللحمه جدا، ومش هتاخد وقت اكتر من اللحمه خالص. كيلو زي ما قلت لكم، كيلو صدور فراخ بانيه بنقطعه تقطيع الشاورما، بقطعه رفيع جدا علشان ما ياخدش معايا وقت. بعد كده التتبيله بتاعتها عباره عن كوبايه زبادي، جنزبيل باودر، كزبره، كاري، كركم، زعتر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وما بنزودش البابريكا عشان ما تغمقش لون الفراخ، توم مفروم، وبعد كده طماطم، بصل، فلفل رومي اللي هو الخضار بقى اللي هيتحط عليها، وعصير ليمون وخل وزيت. دي المقادير بتاعه التتبيله، ودي البطل الاساسي بتاع وصفتنا النهارده. حلو. التتبيله التست الحلو بتاع الشاورما الجاهزه بتاعت بره. تمام. ما جيش مثلا انا يا شهيره، لا انا عايزه اعمل وجبه شاورما وعايزه اخلي الولاد يحبوا الشاورما اللي هعملها في البيت او مغير طعمها. طبعا مش هيعجبهم حاجه، ده حقيقي. ده بالعكس، ده انا اخليهم يروحوا يجيبوها من بره اكتر من الاول. طب عندي سؤال، ينفع يعني استبدل الصدور بالوراك ولا الصدور افضل؟ الصدور افضل. هو الوراك ماشي، بس الصدور افضل، لان ما تاخدش سوى خالص، تقليبه على النار زي ما هنشوف كده بتكون استوت وبقت زي العسل. طبعا شهيره لازم تسال ولازم تحط التاتش بتاعها يعني كده. ما علينا، خلينا معاها للاخر. هتعمل الفته النهارده؟ يعني هتعمل الفته ان شاء الله. طيب، فته الشاورما بيبقى عليها صوص مميز كده، مش توميه. التوميه يا جماعه مع سندوتشات الشاورما، لكن الفته اللي فيها الرز وفيها العيش ليها صوص معين طعمه في منتهى الجمال، بندخل فيه الطحينه مع الزبادي، بيدي صوص بقى هتحبي كده تاكليه لوحده. عباره عن ايه بقى المقادير بتاعت الصوص بتاعنا؟ كوبايه طحينه، كوبايتين زبادي، ثوم مفروم، ملح، عصير ليمون، ورشه سكر وميه. نقول تاني، كوبايه طحينه، كوبايتين زبادي، يبقى الزبادي ضعف الطحينه، ثوم مفروم، ملح، عصير ليمون، رشة سكر، وشوية مية نخف بيهم بس الصوص بتاعنا. تمام. عايزة أقول لكم أقسم بالله، عيون شهيرة فيها تركيز غير عادي. يعني تحسوا أنها النهاردة عايزة تعمل الشاورما دي، الفتة دي بأي شكل. بصراحة علشان هي بجد، يعني أولا أنا بحب الشاورما جدا. حلو. خلاص. وحلو قوي يعني اصلا، وحاسه بقى ان ايه المكونات بسيطه وسهله وقليله، مش هفضل بقى الف حوالين نفسي. مش احنا متعودين على كده يا شيخ؟ بصراحه بنطلع نتيجه مبهره بمقادير بسيطه جدا وموجوده عندك في مطبخك. احنا يا جماعه متفقين، دي المدرسه بتاعتنا بفضل الله، الحمد لله. لا، في مدرسه تانية، ان انا ابقى بيتهيألي ان الاكله دي صعبه والقاها بمنتهى السهوله. تقدر تتعمل، بس انت النهارده قمر يا شيخ حبيبتي، ده انت والله العظيم ما شاء الله عليها. يعني عارفين كده ختام الاسبوع، ختام احنا بنبتدي، لا احنا بنبدا الاسبوع. ختامها او بدايتها مسك يعني. حبيبتي بصي بقى، قبل ما نقول مقاديرنا، حطيت الووك، مش الهوك، الووك. الووك الطاسه، اي حاجه نشتغل بيها مش بعيد. حطيتها على النار، لازم تسخن كويس قوي يا شهير. تمام. ليه بقى؟ يهمني في الاول ان الشاورما دي ما تجيبش ميتها،
بعد كده الخضار يجيب ميته، أنا عايزة ميته وعايزة الصوص بتاعه، لأن هو ده اللي هطعم بيه الفتة بتاعتي. لكن في الأول الشاورما لو جابت ميتها هتبقى عاملة زي الكاوتش معاكي، هتنشف. فهمتوا ازاي؟ فعشان كده أنا حاسة يعني شمة السخونية بتاعت الطاسة أو الوك معايا حلو ده. ننزل بالزيت، والزيت بيبقى شوية حلوين كده بسم الله. وممكن تحطي حتة زبدة. بصوا السخونية، بص يا شهيرة، بس الدخان طلع على طول. وهو المطلوب. تمام ماشي كده. تسخن كويس قوي. تعالي بقى عشان هي سخنت جدا واحنا لسه ما تبلناش الشاورما. نبعدها شويه عن النار. عايزه اقول لك على حاجه يا اختي، عشان انا زي ما بسيح لكم بسيح لنفسي. طيب انا اصلا كنت هنسى اتبلها وكنت هنزلها كده دلوقتي، عشان كده سخنت الوك وسخنت الزر واخده البوله وكنت هنزل، وبعد كده كنت هتفاجئ اني ما عملتش التتبيله. قوم ايه بقى، تحيلت على الموقف بقى يعني. مش مشكله، احنا سخنا كتير. سخناها اركنيها بقى. عشان تعرفوا ان انا حقانيه دايما ما بقولش غير الحق. انا كنت هنسى. يلا بقى بصوا بقى، برضو كانت هتطلع حلوه عشان من ايدك على فكره. الله الله الله، والله بجد برضو كل ده عشان بعمل لك فتة شاورما النهارده. فتة الشاورما تعمل فيكي كل ده؟ ايه رايك كده يا استاذ طلعت؟ انا عارفه انت عايز ايه، والله العظيم عارفه عينك عايزه ايه. بصوا بقى يا جماعه، اول حاجه في التتبيله فين المواد السايله معايا؟ تعالي بينا بسم الله. عصير ليمون، حلو كده؟ حلو جدا ماشي. وخل، لو فتت الشاورما لحمه مش هحط عصير ليمون، هحط الخل بس. خلاص يا جماعه. تمام. ده اول فرق معانا، ان عصير الليمون بيتحط في شاورما الفراخ بس يدي مزازه حلوه. في اللحمه لا. في اللحمه كمان بنزود معلقه كبيره طحينه خام في التتبيله بتاعه اللحمه. تمام. طيب هنا انا حطيت المواد السايله ماشي. ناقص عندي ايه؟ الزبادي، علبه زبادي بميتها بالشرش بتاعها. تمام. عارفه الشرش ولا مش عارفاه؟ بسمعه. بسمع عنه. بتسمعي ايه؟ بسمع كل خير ان شاء الله. نقلب كده الزبادي. استني ما نشوف ايه اللي في التوابل ده. اللي هي الفتافيت بتاعت حاجه اتحرقت في المضرب. فالحمد لله ان احنا نطلعها ايه نطلعها على طول. شفناها في الاول مش كويس. مشكله. الحمد لله. بص يا ستي، الزبادي مع عصير الليمون مع الخل. تعالي بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا ندوبها في المادة السايلة. يلا بينا. جنزبيل ماشي. عدي معايا. بصل بودر. بصل بودر ماشي. حبهان حلو. قلنا بصل بودر، توم بودر. ايوه. انا معاك اهو، مركزه اهو. مركزه. كاري وكركم. كاري وكركم. اللي شهيرة، ايه الفرق بينهم يا شهيرة؟ تعرفيهم ازاي من بعض؟ استني كده اما نشوف كده شكلها كده. كزبره ناشفه. احاول افرق لك بينهم شويه. كاري والكركم. طيب على ما في واحد فيهم اصفر من التاني. على ما شهيرة تفكر تعالوا ناخد اميره. يا اميره صباح الفل يا امير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اميره؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا قمر؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه يا الكل. وانت طيبه يا حبيبتي والله، ما تحرمش منك يا قمر. ربنا يخليك دايما منورانا كتير والله. عليها بتسلم عليك وبتقولك تسلم ايديكي يا ماما هاله. ربنا يخليها لك يا حبيبتي ويحميها ويحفظها يا رب. اللهم امين. ربنا يخليكي وتسلم ايديكي. وكل سنه ومدام شهيره طيبه وهي منوره الدنيا معاكي والله. انت طيبه يا حبيبتي. طيبه يا حبيبتي. مغلباني يا اميره. يا اميره مغلباني. علميها بس بالراحه يا شيف هاله، يعني مش واحده واحده. واحدة بالراحة يا شيف هالة والنبي يا شيف هالة. طيب عشان انت وصيتيني بس يا أميرة والله. مرسلي يا أميرة. دي حبيبتنا برضو بالراحة عليها شوية. في ايه يا أميرة؟ تعالوا لي، هي وصيتكم من ورايا ولا ايه؟ لا والله أبدا يا شيف هالة، بس هي عسولة كده يعني بالراحة عليها شوية. ربنا يخليكي، دي حبيبتي، دي أختي الصغيرة بنوتي. لا بجد يعني ربنا يعلم انت غالية عندي قد ايه. والله ربنا يعلم فعلا انت كمان غلاوتك عندي قد ايه شفاء. وربنا يعلم الريحه اللي طالعه عامله ازاي. انا شمها من هنا بقى. يعني ايه وانا مش هقلب يا شفاء ولا ايه النهارده؟ ايوه. فين؟ طيب حالاً فين؟ فين حالاً دوري؟ لا ده انت ما تعرفيش انا شايله لك دور ايه بصراحه يعني. دوري على يا استاذ طلعت الحقني يا استاذ طلعت. صبرا صبرا صبرا. نرجع بقى الوك. الوك على النار يسخن. انا تبلت بقى الحمد لله، لحقت نفسي على اخر لحظه. بصوا كده ادي التتبيله. دي تتبيله
شاورما الفراخ. اللحمة بتبقى أغمق من كده، بنزود البابريكا كمان. دي المسفرة شوية دي من الكاري والكركم مع بعض، بنشيلهم في تتبيلة اللحمة. اللحمة ماشي. دي لتتبيلة الفراخ. يعني أنا بزود بابريكا وما بحطش كاري وكركم في اللحمة، لكن بحطهم مع الفراخ. مع الفراخ تمام. الكاري والكركم مع الفراخ حكاية بجد بمعنى الكلمة. بصي كده ماشي. وبعدين نقلب. وهنا بقى هسألك سؤال مهم، أنا اللي هسأل بقى النهاردة. أي. هو أنا ليه دلوقتي أول ما حط الشاورما في التبديلة هينفع إن أنا أشتغل بيها على طول؟ عشان الخل. برافو عليك. لا 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 شابو. لا يا أستاذ طلعت، في تقدم، في تقدم. الحمد لله يا رب. ده أنت هتتخرجي كده. مش كده؟ عايز أخذ منك نشان. بالظبط. باسمي. لا وأقول أنا خلاص خدت شهادة من الشيف هالة بإن أنا تمام زي الفل. باسمي يا شهيرة، أنا أقل من هذا بكثير. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي. جميل يا رب. طيب يا أم محمد. أيوة. أم محمد أهلا وسهلا. اهلا بيك يا اهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انتي؟ بخير يا حبيبتي الحمد لله. تسلمي لي. وشكرا على كل حاجه حلوه بتعملوها. الله يكرمك يا رب. تعيشي. اشكرك. الله يخليك. انا بس عندي سؤال تحت لما عمي. بشتري الشبت والكزبره وكمان النعناع ما لهمش ريحه خالص، معرفش انتوا حسيتوا بالحكايه دي ولا ايه؟ البلدي هو اللي ليه ريحه. اللي حضرتك بتجيبه من بتاع الخضار؟ من بتاع الخضار ده اللي هو السباطه. ده السباطه، عارفه انت السباطه اللي هم بيزرعوه بيغطوها كده، الارض الكبيره اللي بيغطوها بالبلاستيك، هو ده اللي بيبقى كويس؟ لا ده اللي بيبقى من غير ريحه، اللي ريحته حلوه بقى البلدي، بيبقى العود بتاعه قصير. طب وانا ده هجيبه منين؟ من برضه من عند بتوع الخضار. غيري بتاع الخضار اللي بتجيبي منه. والله غيرت ورحت منطقه تانيه لقيت نفس الحكايه. من كل دول زرعه السباطه. انا قلت يعني اذا كان في السوبة. بديل السباطه السوبه. اذا كان في بديل يعني. لا هو البديل ان حضرتك تدوري على البلدي تجيبيه، اللي هي الزرعه البلدي يعني. بس هو موجود؟ موجوده. طبعا موجوده، بس هما دلوقتي بيستسهلوا ده لان ده اللي موجود طول السنه. فهمتيني؟ بس احنا ممكن أشكرك. نقول شرفتيني للراجل بتاع الخضار نفسه صح مش كده؟ ممكن اقول له انا عايزه بلدي مش عايزه بتاع الصوبه. ايوه مالوش ريحه بالظبط. ما هو عشان هو عارف ان ده مش بلدي. تمام كده. بصوا بقى دلوقتي هندي صدمه للشاورما شويه بشويه قبل ما نطلع فاصل. بسم الله. بصوا اهو اسمعي، لازم تسمعي الصوت ده. الصوت ده سر المطبخ العظيم. سر مطبخنا. ايوه سر مطبخنا مع بعضينا يا شهيره. بصي ايوه ما بحطهاش ازاي فوق بعضها كده. بصي اهو شم الروائح بقى اللي طالعه، استنى عليها كده شويه وبعد كده اروح واخده من اول شويه حطيتهم على بعض كده واقلب اهو. ماشي. واوسع كده واروح واخده الباقي، وانا هقعد بقى انا وشهيره نقلب فيها على ما تطلعوا فاصل وترجعوا لنا نكمل الشاورما مع بعض. فاصل يا شهيرة. فاصل ايه؟ فاصل صغير بس اوعى القناة تتغير. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انت اللي جابك هنا؟ الريحة ندهتني. ايه ده؟ الريحة مشيت وراها. مش كانت قاعدة هنا؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ الريحة جريت وراها، ما قدرتش استحمل. هي ام الشاورما ندهتني. ايوه جدا. قلبي. ايوه. بصوا يا جماعة، شايفة يا شهيرة ما جابتش ميتها ازاي؟ خالص. مش شايفة الدنيا عايمة خالص في أي مية؟ ده حقيقي. وهي كده هفاجئك، هي كده استوت. خلاص كده؟ لا مجرد والله. ما بتاخد صدمتها بتستوي. دلوقتي بقى تكون ناشفة معايا بالشكل ده وابتدي أنزل الخضار، والخضار يجيب لي ميته، دي بقى أنا عايزاها. يعني أنا بقى دلوقتي عايزة مية الخضار اللي هتنزل. مش مية الفراخ. لا. احنا حضرتك قلتي إن مية الفراخ تنشفها تخليها زي الكاوتش. لكن لما مية الخضار احنا عايزينها نطعم بيها الفتة. تمام. يلا يا باشا. يلا. مع البصل وكمان خدي الفلفل. الله على روايحك يا شهيرة. الله على روايحك يا شيف هالة. السؤال بقى التقطيع ده ليه اسم عشان اللغة؟ جوليان رفيع. جوليان رفيع. ايوه. اللي هو بالبلدي كده زي تقطيع الشاورما بالظبط. شرايط يعني. خدي بالك من حاجة. فاضل ايه في الخضار؟ الطماطم. هي اللي لسه ما اتحطتش. بعد شوية احطها لما البصل والفلفل يتبلوا معايا. خلاص؟ تمام. وما تقلبيش كتير، يعني بصي تقليبة خلاص وإيه كده؟ هدي ايدك عليها خالص. تمام. بس بيها بقى شوية كده اهو بالشكل ده. دلوقتي بقى نعمل الصوص مع بعض. تمام. نقول مقاديره تاني.
احنا قلنا ايه اللي كان ضعف ايه؟ الزبادي ده في الطحينه. طب والله برافو عليكي، كوبايه طحينه كوبايتين زبادي صح كده؟ برافو عليكي اهو. مش انا بقول لك شكلك النهارده مركزه تركيز غير عادي بصراحه. مع الوصفه ادي الزبادي يا جماعه ماشي، وبعدين هنروح حاطين عليه ايه؟ بسم الله الطحينه بس كده ماشي. تمام قلبي كده. يلا خدي ها عصير ليمون. المقادير هي يا جماعه بنقولها تاني، خدي من هنا سن التوم مش كتير، خدي بنفس المعلقه ما احنا هنقلب بيها. يلا حلو قوي. وخدي كمان رشه سكر تخلي لك طعم في منتهى الجمال. وطبعا سكر. لسه ما حطيناش ملح. ماشي خدي شويه ملح. سيبيلي بقى انا التقليب ده عشان انت تشوفي الفراخ الشاورما. شويه ملح كده. نكلم مدام مها. مدام مها صباح الفل. صباح العسل يا حبيبتي. صباح الخير. عامله ايه؟ الاثنين اطعم من بعض. ربنا يخليك يا مدام مها. تسلمي لنا يا رب. تسلمي لنا. تسلم ايدك على الشاورما الجميله اللي الواحد مش عارف يعني اعمل الحاجات دي كلها امتى يعني. حالا على المعمل على طول يا مدام مها. المعمل بالليل والظهر لاجلي ومني. يعني الاختراعات بتاعتك يا بابا. المعمل اشتكى. انا باخد المقادير كل حلقه يا مدام مها، باخدها حوشتها كده في كراسه وابدا انا بقى مع نفسي كل ويك اند. انا عندي كشاكيل من الشفاله هي عارفه والله. على طول لما عاوز حاجه بطلع كشاكيل الشفاله على طول. حبيبه قلبي والله تسلمي يا مدام مها. تسلمي لي يا حبيبتي. كل سنه طيبه وانت طيبه. شهيره طيبه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه. تسلمي. اشكرك حبيبه قلبي. طيب هنا بالراحه بس بالراحه. خلاص الدنيا ابتدت تدبل معايا. أيوة. هنزل بالطماطم. ولو الطماطم ما نزلتش شويه ميه هروح حاطه كوبايه ميه عشان انا محتاجه صوص لازم ينزل لي عشان اسقي بيه العيش والرز بتوع الفته يا جماعه. فهمتوا ازاي؟ فهمت. عشان كده انت محتاجه الميه بتاعت الخضار لكن مش محتاجه الميه الايه بتاعت الفراخ. برافو عليك. ده اللي نمشي عليه يا جماعه. حاضر. خلاص كده تقول لك حاضر. طيب تعالى مشاهيره تقلب. تعالوا هنا ادي الصوص بتاعنا. المقادير بتاعتنا كلها حطيناها على بعضها. طيب الصوص تخين يا شهير. ايش نعمل؟ ايش نسوي؟ نزوده شويه مي. بصي بقى بتزوديه ازاي. ايد بتضرب كده وايد بشويه مي عشان ما يخفش منك. صعبه. بصي صعبه ايه. طب تعالي سيبي الشاورما وتعالي. لا تعالي. بصي عشان بترجعوا تقولوا واحده واحده عليها بتقول لا. اتفضلي. اعمل ايه يعني؟ ماسكه المضرب الصح مش كده؟ كده لا كده توجعي مفصل ايدك. ايه بقى كده؟ كده بصي اهي دي ماسكه الشيفات. وريني بقى ازاي ماسكه الشيفات اهي. ايوه ماسكه الشيفات اهي ماسكه العالميه. لا 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 شيف شيف يعني. استاذ طلعت لازم تركز مع ماسكه الشيفات اهي. بصي كده القوام ده حلو قوي. انا كل اللي زودته ما كملش ربع كوبايه ميه مش اكتر من كده. يعني تمام. يبقى احنا يعني كده احنا عايزين القوام ده. تمام كده الشاورما بتاعتنا جهزت. والصوص بتاعنا جهز. فاضل دلوقتي ان احنا نغرفها. وعملنا شويه رز ابيض وحمصنا العيش. قبل الفاصل بس نشوق نوري الميه. اهي. لا ده انا لسه لسه كمان هحط شويه ميه. انا محتاجه الصوص ده وهتعرفي ليه دلوقتي. طيب. بصوا اهو قلبي بقى. قلبي تاخد غلوه بشويه الميه دول يتحولي لصوص حلو. على ما حبايبنا يطلعوا فاصل ويرجعوا نغرف صينيه الشاورما مع بعض. فاصل قصير. اوعى القناه تتغير. ايوه رجعنا تاني. المايك اهو. رجعنا المايك معانا. رجعنا بعد الفاصل هنعمل فتت الشاورما دلوقتي. دقتيها صح؟ احلفي انك ما دقتيهاش. لا دقتها بصراحه. ايوه كده ما اقدرش. انا ما اقدرش اقاوم اكلك يا شيفالة والله. انا بشوفه ببقى خلاص يعني. انا قمت من الكرسي لحد هنا عشان اقلب بس. بصي يا شهيره احنا حطينا حوالي كوبايه ميه. حلو كده. تغلي معاها. وبالفعل غليت. اطفي بقى البوتاجاز خلاص. شكرا. تمام. وادي العيش المحمص يا جماعه. ده العيش الابيض العيش الشامي العادي جدا الابيض. بنقطعه وبنحمره. يا اما بحمره زي البطاطس في زيت غزير واصفيه على مناديل او احط عليه شويه زيت وادخله الفرن تحت الشوايه. ده وده ماشي. تعالي بقى هنا شيلي بقى الاسباتولا دي. أيوة. بصي يا ستي هنعمل ايه. بسم الله. هناخد كده الصوص اللي احنا عملناه على ايدينا. وهطعم بيه العيش.
بصي ينزل معاكي بقى طماطم ماشي، ينزل بصل ماشي، تاخدي شويه شاورما ماشي. الله بالشكل ده. شايفه سهله خالص ازاي جدا. بس المهم الحركه دي الصوص ده واخد الخلاصه بتاعه توابل الشاورما كلها، فلما بينزل في الفته بيبقى كله مطعم بعضه. يا وعدي الله. يا وعدي يا وعدي. بصوا يا جماعه ادي شكل العيش والله. يا شهيره العيش ده لو دوقتيه كده اهو، خدي ممكن تدوقي واحده بالصوص. بالبتاع ايه بس بالصوص تقول لك بالبتاع بالبتاع اللي عليه. بص اهو شوفوا الشكل. شايفين منظر. طيب كده امان وزي الفل. اجيب حاجه احط شويه صوص صغيرين برضو على العيش من الصوص اللي عملناه. تمام. بصي كده طعمي كده في كل حته. ايوه شايفه ازاي اهو عسل. بصي جدا ماشي كده يا جماعه. دي كده اول طبقه معايا لازم تتطعم كويس قوي. دايما بنقول يا شهيره اهم من الشغل ضبط الشغل. ضبط الشغل يعني ادي كل حاجه حقها. بعد كده ده رز، رز بسمتي اصفر عاملاه بالكاري والكركم مع بعض. زيت وكاري وكركم وحته زبده. حلو قوي. بصي القمر بتاعنا. لو مش قادره اجيب البسمتي ممكن اعمل الرز الاصفر عادي. عادي صح. المصري بتاعنا عادي. بس احنا بنعملها زي بتاعه بره بالظبط. اهو ده انت هتشوفي كمان في الاخر ما شاء الله هتبقى عامله ازاي، شكلها هيبقى عامل مش محتاجه ازاي. اخر هي من الاول باينه ما شاء الله. ممكن اعملها في اطباق وممكن اقدمها صينيه كده وناخد منها يعني، نخلي الولاد كده ياخدوا كده بنفسهم بقى في اطباق كده على الصفرة. يخرفوا لنفسهم كده. انا بحب الحركه دي ده. لما بيعتمدوا على نفسهم بيفرحوا اكتر يعني. عارفه اهو لما بتحط لهم الصينيه كده وهم يغرفوا يكون احسن، بيبقى بالنسبه لهم حلوه جدا. بيبقى ممتع اكتر منهم. صح. بعد بصي بقى يا ستي بعد الرز نفس الحكايه، نفس السكة. الصوص اللي انا عملته على ايديا، الصوص العموله اللي اتعمل على ايدينا بالشكل ده كده اهو. ريحته حلوه اصلا، طعمه حلو جدا. كل حته كده تتبيله تحفه يا شفاء. جميله. لا فعلا اديك انت شفتي ريحتها وبصوا طعمه كده، والعيش كمان اللي على الحروف ده خلوه يطعم من الصوص. شويه فته النهارده يا جماعه بجد. دي حرام يتقال عليها فته. دي يعني قولي انت اي حاجه بقى. تورته حادقه، مش تورته حلوه، تورته حلوه، تورته حادقه النهارده بالالوان اللي احنا شايفينها دي. والله بصي المنظر. المقصوصه كمان دي ساعدتنا كتير ازاي نغرف كل حاجه. بصي اهي والمقصوصه دي انا ممكن اعمل لك حلقه عن استخداماتها في المطبخ. والله هبهرك والله العظيم بجد. والله والله دي ليها استخدامات جدا تانية. وحاجات بقى ايه تخلي لك الاكل لوحه فنيه. انا بعرف عنها بطاطس محمر. ما للاسف هي دي الحدود. بس ده اقصى حاجه. بصي يا شهيره، بصي يا شهيره. الله 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 على الالوان يا شفاء. شوفي شوفي المنظر اهو. حاضر يا جماله فعلا والله. يلا هيلا 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 لما نطلع فاصل. واخر حاجه لينا الصوص اللي احنا عملناه. بصي بقى دي تروحي جايباها خطوط كده بالعرض كده. يا سلام اهو شوفوا ازاي تاني. استاذ طلعت انت فين يا استاذ طلعت؟ انا تعبت. دقيقه واحده. ايدك حلوه. بصي المنظر اهي يا جماعه، سهله وبسيطه جدا. قولي لي في اي مكون غريب لا مش موجود في مطبخنا خالص. والاخر اطلع الشكل ده والجمال ده، واللي يشوفها يقول لك واو ايه دي، جاهزه دي ولا ايه؟ تحفه اهي حلوه قوي. يلا يا قوي قوي. يلا شويه صوص كمان عشان خاطر استاذ طلعت بس اهو. يلا يا باشا يلا اهو وخلاص. يلا يا ستي تسلم ايدك كده الوصفه خلصت. بس الفقرات لسه ما خلصتش. بالظبط. وحلقتنا لسه ما خلصتش. استنونا بعد الفاصل نرجع بقى لفقره مهمه جدا وحلوه جدا. فاصل صغير واوعوا ايه يا شيكالا؟ اوعوا القناه تتغير طبعا.